السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين ومشاهدين. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد التواجين ديال السفرجل اللي كيجي رائع. بغيت نشارك معكم هنا، حنا باقيين في المغرب دابا، بغيت نشارك معكم هاد التواجين إن شاء الله. دابا إن شاء الله دوزوا معايا المقادير والطريقة التحضير. وتاتي دابا ندوزوا للطريقة. بسم الله، عندي هنايا كيلو ديال اللحم البقري، واحد صفوف ديال الثومة، عندي هنا جوج، عندي شوية ديال القزبور والمعدنوس، عندي جوج بصلات، الزيت مخلطة البلدية والعادية، عندي البزار، الملحة على حسب الذوق، الخرقوم، سكينجبير. دابا إن شاء الله غندوزو باش غنصب معكم هاد الطويجين. عندي الطاجين ديالي درتو هنا كيسخن، غنجيبو الزيت، ديك الزيت غنخويها هنا، غندير دوك اللحيمات ديالي هنا، كنتمنى يعجبكم إن شاء الله هاد الطاجين. أنا درتو باللحم البقري، وانتوما لي عندكم في الدار تقضيو بيه. أنا خواتاتي من بعد ما درت الطواجين ديالي، غنزيد عليه شويه ديال هاد الآخر، ندير العطرية، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحة على حسب الذوق، كندير كلشي ونفكر معاكم، كنصب ونفكر معاكم الكرة، مبغيتش نطول عليكم الفيديو. نقلى شوية ونكمل معاكم الطريقة إن شاء الله. دابا خواتاتي غنزيد ديك البصلة لي شلطت هنا، شلطت قطعتها هاكا وانتوما على حسب لي بغيتو، غنزيد عليها التومة، غنخلي تقلى مزيان هاد البصلة كطيب باش كطلق واحد المذاق زوين. كنديركم نصيب عادي ماشي واعر، البنات اللي كيخافوا من النصيب راه شي حاجه سهله. غنخلي البصله ديالي طيح مزيان، غندير واحد القريفه، واحد تاع القرفه، واحد عود القرفه، غنخلي تقلى مزيان هاد البصيله ونرجع معاكم. من بعد ما خليت الطويجين ديالي كيطيب كيتقلى، دابا خواتاتي غندوز نصوب السفرجل ان شاء الله. غندير لكم هاد الطويجين بالسفرجل، عاد شريتو جديد، راكم عارفين السفرجل بغيت ندوقوه قبل ما نمشيو. دابا غنغسلو، نجيب واحد البانيو، انا غسل هاد السفرجل ديالي مزيان، كنحيد له ديك الغبره ونغسلو مزيان. عندي هنا انا كيلو د السفرجل، وانتم على حسب الافراد العائله اللي عندكم، انا شريت هنا كيلو. دابا غنغسلو مزيان، من بعد ما نقي داك السفرجل مزيان هانتوما تغسلوه مزيان، هنا كيكون فيه التراب وكيكون فيه الاخر، كيحيدوه مازال خضر
ما كيخليوش كاع يوصل هاد السفرج المسكين، والله ما كيخليوه يوصل. كنقسمو على جوج هكا، كيكون شي موس ماضي وتقطعوه هنا، كيكون قاسح شويه. كنجيبو السفرج ديالنا كنقطعوه على جوج هكا، كنوليو نقطعوه هكا، كنديرو على ربعة، كنحيدو له هاد الوسطاني، سمحوا ليا كنحيدو هذا، اللي كيكون حاد شوية يكون قاسح. كنفلحو السفرج ديالنا هكا ونديروه في الماء، حطيتو في الماء هنا. دابا غنستمر انا نكمل، نديرو ان شاء الله هنا. دابا من بعد ما ساليت داك السفرج ديالي خواتاتي، هانتوما بعد ما غسلناه مزيان ونقيناه كيكون هكا. كل واحد على حسب، اختاروا الحبات اللي زوينين، هذا راه زوين تحط فيه مزيان. دابا غانا درت له شويه الماء، غنديرو يتسلق، نديرو في النار. دابا غنديرو فوق بالعافيه، بس غنسلقو شويه ونطلع على الطاجين ديالي. هانتوما مازال ما مرقتوش، غير الماء اللي تلقات البصله ما شاء الله. انتم تشوفوا دابا غادي نمرق ونخليها حتى يطيب. هذيك البصله راه كتذوب، ووليده ما خواتاتي على حسب المذاق ديالكم، انا ما كنبغيش نكثر ليدان. دابا غندير له شويه المطايب، دابا غادي نمرق. كديروا المطايب الجات لي غيطيب فيه، هانتوما ما شاء الله. السفرج ديالي غنرمي فيه شويه الملحه. الطاجين ديالكم باش يسربي لكم بغيا يطيب، ديروا له هكا الورق نتاع الثياب، كندير له هكا باش دغيا كيطيب كيطلع يسربي لكم الثياب. دابا غندير شويه الملحه لذاك السفرج باش ما يجيش باسل. دابا خواتاتي غنخلي الطواجين ديالي يطيب ونرجع معكم ان شاء الله. هذا خواتاتي دابا غنشوف داك السفرج الغراطه كما كتشوفوا، غاديش نبغي نحركو باش ما يديرش. غندير له شويه السكر على حسب الذوق، انا غندير واحد ثلاثه د المعالق هنا، ندير له شويه د القرفه، غنشوفوا الطويجين. هانتوما خواتاتي ملي كديروا له هاد الكاغيط هذا دغيا كيطيب، كيرجع عليه الصاد كيطيب دغيا. دابا غنهزو شويه د المريقه من هنا، ما كيعجبني ندير المريقه ديال باش كيهز ديك المذاق ديال اللحم. هاديك البصيله شويه باش كتجي معسله معاه. نردو فوق العافيه، ها اللحميه ديالي انا راه دخل فيه الطياب دغيا كيطيب ملي كديروا عليه داك الكاغيط. غنخليوه يتشرب، دابا غنردو يتشحر شويه باش ياخذ داك الماده، نعسلو ردو يتعسل ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما عسلت السفرج ديالي هانتوما كيجي، دابا ان شاء الله غنشوف الطويجين.
انتما الا درتو له هاد البابي كويسا دغيا كيطيب. انتما ديجا كنتمنى يعجبكم هاد البروجي اللي شاركنا معكم، كيجي رائع. ملي كديرو هاد الكاغيط هذا تاع الطياب دغيا كيطيب ديال البقري ما يدوز لكمش ساعة. دابا ان شاء الله وتاتي من بعد ما وجد الطاجين اللي حضرت معكم انتما كي كيجي راه مازال كيطيب. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتحضروه، راه كيجي رائع. كنديروا شي حاجه لكل شيء يقدر يديرها ان شاء الله. دابا الصفر جرى وقته وبصراحه راه كيجي بنين وساهل، ماشي شي ما درتش فيه شي حاجه اللي غتجيكم واعره. هذه هي الطويجين اللي وجدت معكم، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله وتحضروه. وشكرا لكم على المتابعه، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.